صحيتو يا الخوا، الزول في الاول. يا الخوا، ماذا بكم تسمعوا مليح هذا الفيديو هذه تاع فرحات اي تعلي اللي راهو يتكلم مع الاوضاع في الجزائر، وراهو يجاوب الناس، هاد الناس هذوما اللي حبوا يديونا الكارثه، وراهم يلعبوا بالجزائر، وكل واحد وين يخرط دونك او يواجبهم على بما يخص المرحله الانتقاليه والمجلس التاسيسي وصوالح بحال هادو. دونك اسمعوا مليح لا فيديو وبارطاجيوها وصحيتو. واحد يقولها يعني هكذا اليوم يلبس، علاش احنا مزروبين باش نخرجوا من المرحله الانتقاليه هذو؟ لانه المرحله الانتقاليه في نظر بعض السياسيين يعني المغمورين ماذا به يلقى كرسي يجيب فيه عامين ثلاثه، صحيح. يعني باش يدي هذيك بعض يعني المرحله الانتقاليه راح تساعد كما عشناه في التسعينات. سيد اي تعلي، نعم، اجرم اخلاقيا من منطقه العصابه في حد ذاتها، لانه العصابه على الاقل عندها هدف، الهدف رانا شفناه يعني خربونا. ولكن انسان اللي طابع في 30 مليون ولا زوج ولا شاري بريفابريكي يروح يتخبى كيف يمكن ويخلينا في مرحله انتقاليه لتمويه على العصابات؟ ما كاينش في كل بلدان. كيف يمكن؟ كيف يمكن؟ ما كاينش في اي بلد في العالم مرحله يعني مليحه للنهب والتمويه على الماضي، يعني التمويه على القضايا قد المراحل الانتقاليه كيما المراحل الانتقاليه. هذا واحد ما يعقل صاحبه ومن بعد ندخلوا في وما كانش لي حاسب تعرفي واش يديروا لك الداخل، ومن بعد يدخلونا في متاهات، نخرجوا من الاقتصاد، نخرجوا من القضاء والقانون، يدخلونا في متاهات الهويه والثوابت والعرقيات والعواشر هذو الايديولوجيات اللي يخلقوا لك شعوبا وقبائل وانعكاس كل هذا وهذا. هل نلمس هذا الاشياء سيد اي تعلي؟ هل نلمسها مثلا في السوق؟ يعني تنعكس مباشرة على الأسعار، على الخدمات، على كل شيء. انهيار العملة الوطنية. نعطيك الإكزومبل تاع الدينار، لو كان ما نلقاوش يعني اون فورمول تكنيك ما نديروش إصلاح النقد الجزائري، العملة الجزائرية لازم نصلحوها جملة وتفصيلا. لو كان ما نلقاوش الحل هذا من نهاية السنة يعود الدينار ما يسواش. كيف بتغيير العملة مثلا؟ نعم، بتغيير العملة، ماشي باش نجلبوا العملة مخبية عند الناس. لا، بتغيير العملة والقيمة نتاعها والمنطقة نتاعها، لأن العملة الجزائرية سبقت وقلت سي ان بون بيطايمون، يصلح للجماعه مساكني باش ياكلوا برك، ويصلح للجماعه اخرين باش يشروا بها الدولار باسعار مضاعفه ويبعثوها. شكون لي مويا اننا لا يرضى؟ نو لي مويا، يلزم شرعيه، يلزم السلطه قائمه في شرعيه بدون محافظ لبنك الجزائر. لا، ربما لثلاث اشهر اخرى. لا، ثلاث اشهر ما فيش مشكل، على كل حال المحافظ السابق اللي راه الوزير الحالي في الثلاث سنين اللي عقب فيهم تما هو اللي غطى على هذا الكوارث. دونك اليوم كي يروح مثلا خلال طبعا ما نحتاجوش الا باش نجيبوا محافظ من نفس القبيل، خليها كيما راهي مليحه. طبعا الوقود، انا قلت لك لو كان ما نغيروش العمله نتاعنا والمنظومه النقديه نتاعنا، ما كاش واحد يقدر يستغنى على طبعا الوقود حاليا. وما تتكليش على جماعه انتقاليين يعطيوا اوامر باش يحبسوا طبعا الوقود. نقول لك على راح نتواصلوا يعني، هي المرحله خمس سنوات، نعم، ما عندهمش الحل البديل. ولكن طبعا الوقود يعني على وتيره يعني 2 ملايير دولار في الشهر، فهو ابري 200 مليار دو دينار دو ديفيسيت بيجيتير بار موا، يعني وتيره 30 مليار دينار في السنه. وين رايحين؟ لاماس مونيتير تاعنا تنفخ، الدولار راهو غير يتسرب، واش نلقاو العمله تاعنا ما تسوى والو. ولكن الفئات الهشه في المجتمع هي اللي تتردم. الاستثمار باش يندار داخليا يندار بالدينار. الى انهارت العمله، واحد اللي نقولوا عنده 10 ملايير ومعول يستثمرهم، يعود اوليو يجيبوا له يعني اليوم 10 ملايير يجيبوا لك تقريبا مليون دولار، ولكن غدوه يعودوا يجيبوا لك 300000 دولار، يعني وتيره الاستثمار تنقص، لي زاكتيف ناسيونو يطيحوا في القيمه، يعني تصرى كارثه شامله. وفي هذاك الوقت الجماعه واش يدير؟ ينتقلوا بنا الى المجهول، ما قالوا لناش شحال الوقت وراهم رايحين بالضبط، واش يحوسوا بالضبط. الحقنا حتى وين يقول لك واحد اون فافير لاسومبلي كونستيتيون، يعني نعاودوا نرجعوا للمجلس التاسيسي اخت ورده باش نتفاهموا عالميا. Toutes les constituantes ont été imposées par le même courant de pensée. عمري ما سمعت مجلس تأسيسي دخلوا فيه كل الطيارات وكل التوجهات السياسية والعقدية باش يخلقوا دستور. الدساتير اللي خلقت بار كونستيتيونت طرف ما في المجتمع غلب سياسيا ولا حتى عسكريا كما في الامريكان في فرنسا في الثورة الفرنسية ولا، وفرضوا الدستور نتاعهم. احنا هذو معولين يدخلونا ثم ومن بعد نبداو نقصروا. قال يا جماعة مادتنا كيفاه؟ نجيبوا فيها عام هذيك مادة ثلاثة هذيك، نعم. وهذا هو الإشكال يعني ومن بعد مننا نحبوا المادة السابعة هذه نتاع الشعب، يعود ما تبقى لا بلاد لا شعب، يكونوا هملوا ولا لا.